بحث سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو التعاون المشترك بين مملكة البحرين ومنظمة العمل الدولية. جاء ذلك على هامش مشاركة سعادته في أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية. وخلال اللقاء أشار حمدان إلى آخر المنجزات العمالية التي حققتها البحرين في إطار حرصها على تطوير النظم والتشريعات الوطنية في المجال العمالي، مؤكدا استمرار جهود المملكة نحو خلق العديد من المبادرات التي تعكس التزامها بمعايير العمل الدولية، لافتا إلى سعي حكومة مملكة البحرين المستمر لتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة لضمان استقرار سوق العمل.